السوني اللي بيقود المباراه النهارده، والناحيه الثانيه سيراميكا بدا ببسام رجب نبيل احمد رمضان بيكهام. نشوف بدايه الشوط وبعدين نكمل التشكيله. تمريره للامام عند طاهر، لما حلوه قوي طاهر محمد، طاهر عرضيه خطيره، جول 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 طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي. مش ممكن، وسام ده خطير شرير في ال 18، عرضيه ايه وحلاوه ايه وراسيه وسام ابو علي. مش ممكن الاهلي باقل قدرات النهارده، النادي الاهلي بيتقدم 3-1 امام نادي سيراميكا كليوباترا اللي فاجئنا بعرض كبير قوي، ولكن التقدم من نصيب النادي الاهلي. اول ايه؟ اول دقيقه من بدايه الشوط الثاني هيبقى اسرع، واحد من اسرع الاهداف مع بدايه بقى ال 45 دقيقه الثانيه. ادي البدايه اهو بثلاث تمريرات يحركوها عند طاهر محمد طاهر، وترقيص الراجل لم حلو قوي، وعرضيه بلسم عند وسام ابو علي على طول يسجل منها الهدف الثالث. يبقى جونين لوسام ابو علي بدايه الدقيقه 46، وهدف مع الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الاول. كان وسام ابو علي الراجل ايه سجل وهو خارج من الملعب بين الشوطين، وجي من غرف الملابس بيجيب الجون الثاني. مشكله كبيره وسام للسيراميكا.